اليوم رح نعمل فعالية ميلا وبيرلا المفضلة، رح نعمل لانش بوكس، أكتر شي بيشجعون على الأكل وبيتحمسوا له، بس حتكون بلون واحد وبحدا رح يختار لونه حيكون فيه قرعة. وحطيت هون بهذا الصحن أربع ألوان، حنشوف هلأ كل واحد شو حيطلع له. اختاري لون، هيك شربتون هيك واختاري لون. طلع على اللون البرتقالي. على فكرة هاي البلايستر على ايد بيرلا هي بس شكل، كل مرة بتسألوني شو بقى ايد بيرلا، بس هي كل ما وقعت بتحب حط لها بلايستر منشان يروح الوجع قال يعني. هلا حنشوف ميلا شو حيطلع لها، يلا اختاري وحدة. هيك خربطيون هيك، يلا نقي وحدة. بيربو. هلا بنشوف إذا في بيربو. في هون في بيربو شوي. إيه هون في شوي، بس حنشوف هون شو طلع لك، ورجينا، افتحي الورقة. طلع لك لا اصفر. هلا اليوم حنعمل لانش بوكس باللون الاصفر. ياه حلو اللون الاصفر. وهلا دوري انا، حنشوف شو حيطلع لي لون. ابراكادابرا. هاي اللون اخضر. يمكن لاحظتوا ما في لون الزهري والبنفسجي لانه كثير صار عملنا افكار عليهم، حبينا نعمل الوان جديده. بس انتم لابسين زهري وبنفسجي مو اصفر. اي والله بلا. هشوف اخر ورقه ضلت شو كان ممكن يطلع اخر لون موجود بالصحن، هو يلي ما حنعمله اللون الاحمر. هذا حرام. انا بدك تاخذه انت تعمله؟ لا شوف بس انت حتتعذب. لا لا خلص خلص. اذا بدكم كمان نعمل الوان ثانيه من هلا بلشوا اكتبوا لي، بس قبل ما تكتبوا وصلوا قناتي للمليون، ضل شوي صغيره، اذا كل واحد عم يتفرج اشترك رح نوصل للمليون. كمان اعملوا لايك للفيديو، يلا خلونا نبلش. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your. وقبل ما نبلش باللانش بوكس ونطلع نجيب الأغراض، كل واحد رح يختار علبة اللانش بوكس اللي بتعجبه. هدول جبناهم تتذكروا آخر فيديو على قناتي من عمان، لسه ما استخدمناهم يعني. مثل ما شايفين عنا كتير لانش بوكس، لأي واحد بدك؟ هاد لبيرلا. ميلا أي واحد بدك؟ هاي. هاي بيربل. وأنا رح أختار هاد. كثير بحبوا هذا المفضل، وانطلقنا حتى نجيب كل واحد اشياء اللانش بوكس كل واحد بلونه، انا حكون باللون الاخضر، وميلا انت شو اللون؟ خيو. خيو اصفر، وبيرلا؟ اورانج. اورانج، ليتس جو. بابا لازم كمان بابا. بابا قال ما بده يشارك، تشارك معنا؟ اليوم انا استراحة. استراحة اليوم، اه هو ما بده، ما له خلق يتنفس، اصلا بيعرف حاله خسران. ما بيصوتوا لي كل مره. ما بيصوتوا لي. عملناها قناه عائليه، ما حدا صوت لي، فخلص ليش اتعصب؟ اعملوا لايك للفيديو منشان نعرف انه بدكم حسام يشارك وننزل الفيديو على القناه العائليه. اكتبوا اسمي، صوتوا لي بالله، مع انه ماني مشارك. Let's forget about tomorrow. Yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again? حلقت من استهلا ولا شو عم تبكي؟ شوفي هاي فيها اورانيا وخيل، وحده لك وحده لميلا، اوكي؟ هاي احمر ولا برتقالي؟ هاي الاحمر، هاي برتقالي، هاي صح؟ هاي برتقالي، صايره برتقالي مع اصفر. خلص بتصير مع اختها يعني من جنب. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. الكيوي شو لونه؟ اخضر صح؟ طماطم فيها اصفر وبرتقالي، كثير حلوة. رولا شو رأيك أريحك من الحيرة بما إنه لونك أخضر؟ تبخينا سبانخ. بس هي مو طبخة، هي لانش بوكس. اه بصير بنحطها باللانش بوكس بناخذها على المدرسة. شوف شو قلت لها لميلا. خيو. هي إلي خيو. معلش بابا هاكله، معلش. معلش أكو معي؟ إيه. أوه شكله هذا مشروب الأقوياء تبع باباي حساب. واو. كله شغلات خضراء. سبانخ وخيار وكوسة. والله ما بشرب ولا بشوف. والله المكونات كلها فظيعة. هلا بس نرجع. الافوكادو شو لونه؟ اخضر. اخضر. شو لون الافوكادو؟ اخضر. اخضر. It's almost like I can't stop. Can't
stop. Yeah, yeah. I always knew that this would. ما شاء الله شكله الصراع قوي اليوم. حيكون أكثر لانش بوكس صحي بنعمله بحياتنا. واو الألوان شيء مشهي يعني عن جد كأنه بدنا نعمل سلطة هسا. هلا بالبيت حتشوفوا النتيجة. Bring it on, bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. هلا رجعنا على البيت مثل ما انتم شايفين الخيارات كثير كثير رح تكون صحيه. حاولت اختار اشياء باللون الاخضر يعني تقريبا ما في اكلات كله شيء من الطبيعه. تو انا جبت خيار وتفاح وافوكادو. هذا هلا رح اعمل فيه صوص الجواكامولي. هذا الصوص كثير كثير بحبه واللي بيتابعوني على السناب بيعرفوا قديش طيب. شوفوا حتى حسام ضحك فرحان عن جد صوص بجنن. اللي ما جربه لازم هلا يجربه معي. وكمان جبت كيوي وزيتون وهذا الشات الاخضر اسمه خروت الشات يعني مثل انه بتشربوا نقطة صغيرة بس بتكون مليانة خضار وفيتامينات وهالقصص. بس بتعرفي قديش صحي هاد؟ كثير هاد كأنك اكلت صحن سلطة عن جد والله. وهون بيرلا مثل ما شفتوا اختارت اليوسفي. هذا ما بعرف شو بسموه ببلدكم بنسميه يوسفي او كرمنتينا. وفليفلة برتقالية هي احترنا اذا برتقالية ولا حمراء. لا برتقالية نص بس والله بحسها نص نص هيك نص احمر نص برتقال تمرق. ومشمش مجفف جبنة تشيدر رح نعمل فيها هلا وصفة. وعصير البرتقال عصرناه فريش وتازة. طبعا هي بتتعدى على لوني وبدها تاكل خيارة هلا. وكمان لبنون المفضل جابوا باللون البرتقالي واللون الاصفر. اه نسيت ورجيكم كمان جبت هاي الحلويات لانه فيها اللون الاصفر والاخضر والبرتقالي فقلت بنقدر نتشاركها نحن الثلاثة. جابت موز اناناس درة. هذا الصوص عشان هلا نغمس فيه الفليفله وهي القصص وبندوره. هي فيها اصفر وبرتقالي. شوفوا فيها ثلاث الوان وكمان اللبن وعصير. فيلا نحضر اللانش بوكس رح يكون فيها وصفات حلوه رح تفيدكم كمان رح تحبوها كثير كثير. اوكي سوميلا غيرت رأيها وقررت تختار هذا اللانش بوكس ما بعرف ليش واختارت هاي النجمة لنقطع فيها الخبز. يلا شو اسمها هاي توينكل ليتل ستار؟ شيلها هاي؟ ايه هيك هاي ترى مين حطها؟ وهاي وحدة ثانية. طبعا كل شيء زوائد من الخبز ما بنكبها بنرجع بندهنها كمان. هلا حندهن بالصوص هذا اسمه كيب كاري يعني دجاج بالكاري فبيجي لونه اصفر مثل اللانش بوكس اللي رح تعمله ميلا. حنحط هيك حنبلش نحط النجمان هون. حنختار وحده من هدول. اي لون بدك؟ بينك. بينك؟ حنحط فيه الاناناس. شوفي نعمل هيك. وهيك صار عنا سيخين شوي من الاناناس. حطها هون. اوكي؟ كمان. اوه شوفي في كثير احزر ولا انا شايف شيء نسيتي. انا مجهز بطني عليه. شوف اه الدرة هاي للسهرة شكلها. هاي للسهرة والله وين نحطها ما عاد تسع الدرة. هلا حنزين اللانش بوكس تبع ميلا. هاي بدك يلا حطيها. الحال جبنا علبة صفرة حتى نحط فيها نص ذرة. حنحط الذرة هون. وهلا انا وبيرلا اخترعنا اختراع رح نعمل فوق الخبز رح نحط جبنة تشيدر اللي بيجي لونها برتقالي ورح تطلع كتير طيبة. وبيرلا كتير بتحبها هي بتعرفوها اللي بتنحط مع الهمبرجر. هي بتسيخ بتطلع كتير طيبة بالمايكروويف والله احلى شيء يعني بتخلي بناتك يشاركوا باللانش بوكس تبعهم.
توقعت انه انت كل شيء بايدك. لا حتى يعرفوا قديش هو الموضوع ما له سهل يعني. وما قلتي لهم انه في هو تحدي ولازم في تصويت صح؟ ايه قلت لهم اول الفيديو لازم انتم اخر الفيديو تختاروا مين اللانش بوكس واحلى حيطلع. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. هلا حنزين الجبنه البرتقاليه بالفلفله البرتقاليه. بهالطريقة ميلا وبيرلا بيكونوا كتير مستمتعين وعملت لهم نشاط كتير بيحبوه، هنن كتير بيحبوا انه اللانش بوكس وهيك. يلا 5 ثواني على المايكرويف اوكي؟ خمسة. واو بيتزا، بيتزا حسام شوف ريحتها بيتزا. واو شو رأيك نعمل قرص بيتزا على هالشكل؟ اشتهيت على الريحة والله اشتهيت. بيتزا. هاي بيتزا لبيرلا، هاي بيرلا سوت لنا بيتزا. هلا حنجيب اللانش بوكس تبع بيرلا رح نفتحه هيك ونبلش نطبقه. والله ندمت اشتهيت اتحداك يا رولا. شايف؟ حاسس يعني انه انا انت خسرت اكيد. لا والله انت ما تحديتني لانك خسرت. لا والله حفوز. طبعا اثناء تحضير اللانش بوكس جاري عملية تذوق كل شيء. لانه بصراحة يعني انا اشتهيت. شوفوا شوفوا الوليمة اللي هيك طاولة مليانة. من زمان ما دقنا المشمش المجفف. دقي لنا اياه. ودي بابا. شكرا ضيف. انا بحب اكله مع الجوز، بحط بقلبه جوزه وبطلع كثير طيب. هلا هون عبينا فلفله برتقاليه. هلا بالاضافه لهي الفلفله بما انه اللانش بوكس تبع بيرلا صغير رح نحط بندوره كرزيه برتقاليه. طبعا قطعتهم لنصاص لانه بيرلا صغيره بنخاف لا سمح الله تختنق فيهم. على فكره بيرلا هي الوحيده بالعيله اللي بتحب البندوره، هيك بتاكلها حاف يعني ميلا ما بتطيقها. البيتزا ماما يا هي بيتزا، هي بيتزا بيرلا عملتها. وهي رح ناخذها معنا اليوسفي زائد لبن برتقالي زائد عصير البرتقال. بدك زينه مثل ميلا هيك هدول؟ يلا تعي نزينه. هالمره بيرلا حنزينه بطريقه مختلفه، رح نحط له عيون. شوف بابا حنحط عيون للبيتزا. البيتزا وهاي عين، شوفي لونها، لونها على شكل قلب. ما في عين زرقاء للعين والحسد. ما في. صار حطيت له 1000 عين للبيتزا عشان ناكلها هي. الاوخن اوخن ياكل واوخن الاوخن اوخن اجروا نحني. اوكي مصرة تحطهم بالبيتزا. اوكي مثل ما بدك. اوكي وهيك بيرلا جمعت كل العيون بمكان واحد. وهلا رح نعمل صوص الجواكامولي الاخضر. هذا الصوص ادمان يا جماعة، أنا وحسام كثير مدمنين عليه. هو بيتكون أساسياً من الأفوكادو. أول شيء بنجيب حبة الأفوكادو، هلا هي تقطيعها شوي صعب بس أهم شيء تكون مستوية. رح أورجيكم أنا كيف بقطعها. أول شيء بتبلشوا هيك بتدوروا حوالين البذرة اللي بقلبها. بيرلا قاعدة عم تتعلم. شوفي شو اسمها هاي؟ جودوغادو. جودوغادو. قولي افوكادو. افوكادو شاطرة. على فكرة في شغلة بتصير كثير بالمشافي انه بتجيهم حدا مجروح اصبعته اسمها افوكادو كات. ليش؟ لانه هي طريقتها انكم تعملوا هيك وتسحبوا العجوة. وقت بتعملوا هيك بقوة في كثير ناس بالغلط بتروح هاي السكينة على اصبعتهم. ايوه فهي كثير معلومة خطيرة. هي كثير خطيرة يعني عن جد شغلة خطيرة، لانه واحد بده يعين صح والا خلص. ايه اذا ما اجت على العجوة راحت عليك لانه هون كثير طري وبتروح اصبعتك لسا بدك تضربي بقوة. لذلك سموها بالمشافي افوكادو كات، يعني واو. اي حدا عم يجي لعنده المجروح من جرح الافوكادو يعني. فانا ما بعمل هاي الطريقة بخاف لانه بحاول شكل سكينة هيك وابرمها هيك. شوفوا واو وهيك طلعت العجوة وصار الموضوع سهل. ونبلش بالمعلقة ناخذ كل الافوكادو اللي بدنا اياها بس هيك. شوفوا سهلة. يا سلام حتى لونها لهالفواكه والله بشهي. هلا بالشوكة اللي عندكم بتبلشوا بتغرسوا الافوكادو هيك. كثير سهلة بس اهم شيء تكون مستوية، اذا ما مستوية ما حتحبوها. فلازم تستنوها وما تستخدموها الا لتكون هيك انه اذا ضغطتوا عليها تكون طرية.
وهلا بعد ما هرست الافوكادو انا ما كثير بحب احط له بهارات لانه هلا حتشوفوا بحط له خلطه خاصه، يعني تابعوني على سناب اكيد حفظوها لهي الخلطه. اول شيء بحط له بس ملح، والمكون الثاني عصره ليمون، واذا ما عندكم ليمون فيكم تستخدموا هذا اللي بيجي هيك جاهز، عصره صغيره وبس ونخلطه. جيبوا الشوكه بتبلشوا تعملوا هيك، هذا الشيء بيعطيه شكل حلو وبتعلق فيه البهارات اللي هلا حنرشها عليه. هلا شوفوا هاي هي الخلطه اللي عملتها معكم على السناب وانا كثير بحبها، ويمكن عملتها على قناتي معكم من زمان ببيتي القديم. هاي اطيب شيء مع الافوكادو بعد خبره سنوات، يعني اسمها everything but the bagel. بتكون مكونه من بودره البصل وبودره الثوم وسمسم وحبة بركة، أربع مكونات. ففيكن تعملوها عايدكن، فيكن تشتروها جاهزة من السوق، يعني أنا بعملها عايدي لأنه ما لقيت منها هون عنا بهولندا. حنبلش نرش منها. شوفوا حتى شكل الأفوكادو صار أحلى. يومي with your colors, they kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the... وهيك بيرلا سويت لانش بوكس باللون البرتقالي، وميلا باللون، شو اللون؟ اصفر. اصفر. انت بيرلا بشو سويتي اللون؟ اورانج. وانا سويت لانش بوكس باللون الاخضر، لوني المفضل بالاكل. بس قبل ما نبلش خذوا نظره على كل لانش بوكس، وانتم اكتبوا بالتعليقات مين اللانش بوكس تبعه احلى. خاصه هاي البيتزا عن بيرلا، يا سلام كثير بتشهي ريحتها. فكره حسام، انا لسه جايبه شغلات كنت بدي احطهم بس ما عاد يسع اللانش بوكس عندي. جايبه فوق طاقتك. يعني مثلا عندكم الزعتر لونه اخضر، كان فينا نعمل سندويشه زعتر كمان. صح، بس ما في محل، ما ضل محل. بس انت كمان مشهي ترى في الوان. انا عندي هاي هلا بدي ادوق. لون اخضر غير. يلا حندوق مع بعض، اوكي؟ يلا تعي بيرلا بدها تدوق البيتزا. وانا بدي كمان ادوق البيتزا. بدك تدوقي تبعيت بيرلا؟ او الكل عينه على تبعيت بيرلا، بس اول شيء لازم نشلها العيون. وانا حدوق الافوكادو. مين بيقول افوكادو طيب؟ انا. بدك افوكادو؟ غريبة والله، بالعادة ما بتحبه. طيبة؟ قديش تعطيها من 10؟ 5؟ 5 هي أكثر شيء عن ميلا. دوقي. لا لحظة لحظة، صحي جربي لي هذا. تعي لهون هذا نشوف إذا بنشرب ولا لا. يلا. أول مرة بدي أجربه. بخوف والله. شكله كثير مانو صحي، شكله بخوف. فيه سبانخ ولا لا؟ فيه سبانخ. إيه؟ فيه مكونات ما بتلبق مع بعضها، يعني شلون سبانخ مع خيار وافوكادو؟ شلون؟ الريحة ما طيبة. خيار وسبانخ، أوه ماي جاد. بس اللي حابب يستفاد فيه يشربه هيك مرة واحدة بدون ما يحس فيه، حاول قدر الإمكان ما يحس فيه. هو أكيد مفيد، يعني فيه يعني فائدة. يعني إذا بدك تشربوه مثلي على كذا دفعة ما حتقدروا تخلصوا. لازم هيك مرة واحدة مثل المي وخلص. غمضي عيونك وسمي بالله. مثل الدواء. ايه مثل الدواء. صح. والله دوق، والله بدي اخليك تدوق. يلا يلا دقنا يا دوق، والله دوقه. لا بلاها بلاها مو خلتني ادوقه، تفضل. خليك تستفرغ الريحة والله. نكهة خيار مع السبانخ تضارب رهيب، ما طيب. ما بعرف شو خطر لون، يعني بس عشان تستفاد حسام. فرق كبير حسام. طيبة صح؟ طيبة.
هيدا. سو انا كثير حابه فكره فيديو اليوم لانه فيه افكار لانش بوكس وفيه هيك شيء مفيد وبنفس الوقت تحدي بخلي ميلا وبيرلا ياكلوا ويحبوا الاكلات الطبيعيه. فكتبوا لي اذا حابين نعيد فكره الفيديو بالوان جديده، علقوا تحت بثلاث الوان نعملهم الفيديو الجاي، والمره الجاي حنخلي حسام يشارك معنا حتى نشوف اذا حيخسروا ولا لا. تابعوني على سناب شات حتى تشوفوا كل يومياتنا، وبحبكم كثير وبشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.